17 ماشي اللي هي الحته ديت. تمام تمام. بعد كده دي كام؟ 34 ماشي. ودي كام؟ 46 ناقص 34 تدي الحته دي كام؟ 12. بص كده ادي 12 وادي 12. تمام. وخفيفه اهو، شايف الخط ده خفيف اهو، تاني من هنا اهو 42. تمام. شايف النقطة دي كده كام؟ 42 اهو. بص كده تمام، ده كده توصيل حر وده كده توصيل حر. هي أصعب حتة إن أنا أعمل دي موازيات كده. خلاص. خش من هنا 5 ومن هنا 5. خلاص كده تمام؟ حلو. طيب بعد كده دي كام؟ 17. عادي ما يمدش كده. هجيبه على المثلث. ما يمدش كده، تمام؟ طيب أنزل من هنا عمود أهو. وده كده بالزاوية. معرفش طوله. وأنا عرفت الطول ده. أنا بظبطه بالمثلث. تمام. وبعد كده شايف ده؟ أهو ثلاث نقط أنا معرفش طوله. بدي واحد اساسي وانزل للاخر واخد من هنا دي واحد اساسي واشتغل عليه. بعد كده موازي. خد كده في مشكله في المنهج التلفزيونيه دي. طيب عايز بقى اجيب الحته اللي فوق، القبه اللي فوق ديت، اقيس من هنا ال 74 اهو، خفيفه اهو. خلاص كده ده كله كام؟ 74 الارتفاع كله. عايز اجيب القبه اللي فوق ديت. تمام. شايف الخط ده؟ حلو. بالزاوية. وشايف ده؟ خفيف بالزاوية. تمام؟ ننتقل بقى الحتة دي 8. أجي من هنا 8. اللي هي دي 8 ودي 8 ودي 8. هي دي. ماشي. بعد كده دي كام؟ 18. 18. أدي 18. 18 زيها تحت. وتقفل عليها ب8 تاني. تمام كده؟ جبت المكان اللي فوق اهو اللي انا ظللته هو ده. طب ده جه ازاي تاني؟ من نقطة ال 74 على زاوية كام؟ 30. من نقطة ال 17 زاوية كام؟ 30. تمام كده؟ ده كده توصيل حر وده كده توصيل حر. ماشي يا أستاذ؟ دي توصيل. توصل. توصل. تمام. المساقط. طب أنا في حاجة واحدة بس. قول يا باشا. دي أنت سحبتها 42. نعم. دي سحبتها 42 زي اللي تحت. زي اللي تحت. يعني انا اجيب دي والجنب ده واجي مقفل عليها بال 42. خلاص. اكتب هنا ده كده راسي، ده كده ايه؟ جانبي. ده كده افقي. خلاص كده. تعال هنا. معلش عشان خاطر، معلش عشان ما اشيلش دم. تعال بس هنا. الله يبارك لك. ده كده لا سيبك من الدايره. ده كده مسقط ايه؟ راسي. وده كده جانبي بالطول الاكبر راسي. خلاص 46. وده كده 42 الطول الاكبر مسقط ايه؟ راسي. وكده المسقط الافقي اللي من فوق. تمام. يعني ايه فكره الاستنتاج او الاسقاط؟ زاويه وعمود يدي ايه؟ سطح. وهنا زاويه وعمود يدي ايه؟ سطح. قفله الزوايا من فوق الافقي. تمام. زي اي شايف الاستيكه اللي انت حضرتك شاريها من دلوقتي ديت كام وجه؟ دي؟ كام وجه؟ كام وجه هقول لك؟ قول بس بسرعه. طب الفصل ده كام وجه بسرعه؟ طب ظهر الدومنا؟ ستة. يعني كل حاجه في الكون ستة. ستة. تمام. انا ستة. ستة. والبني ادم ستة. حلو؟ بص كده الوش ده راسي. والوش ده جانبي. والسقف ده افقي. بقول انا ايه في الرسم كده؟ زاوية وعمود يدي ايه؟ سطح راسي. زاوية وعمود يدي سطح ايه؟ جانبي. زاوية وزاوية يدي السطح الافقي. غطى العلبة. خلاص كده غطى ايه؟ العلبة. بس كده الاستيكة دي كده هتطلع على سطح الافقي. ينفع احطها على السطح الراسي؟ تمام. ده خط راسي ما بيقفش عليه حاجة. زاوية وعمود يدي سطح. زاوية وعمود يدي ايه؟ سطح تاني. ده كده السطح الافقي بتاعي. بص اكس واي زد اتحرك هنا بنفس الاطوار. تمام. زاويه وعمود يدي ايه؟ سطح. زاويه وعمود يدي سطح. بتجيب حضرتك كده الراجل بيحط القاعده بتاعت الدولاب ووقف الايمين دول
ايه اللي يسندهم؟ السقف. تمام، لو جبت العلبه كده، شايف العلبه دي؟ شايف العلبه دي؟ تمام، ممكن اهو ادوس كده دي التاني وادوس كده دي التاني. تمام، اما انا لو حطيتها كده قفلتها غطا بغطا، بقى الاثنين حاجه واحده، ينفع اضغط؟ متماسكه، بقت متماسكه. الغطا اللي من فوق ده افقي، الوش راسي الجانبي الجنب التاني، زاويه وعمود يدي سطح وزاويه وعمود يدي سطح، والقفل الزاويه فوق افقي عشان يكمل الشكل تاني، عشان يرجع المجسم زي ايه؟ الحاله العاديه. تمام، كتبت اكس، كتبت واي، وشرط التلات نقط على نفس المسافة، يعني هنا سنتي وهنا سنتي وهنا سنتي وهنا سنتي. شايف التلات حروف دول؟ اكس واي ايه؟ زد. تمام، من الاكس ده هنا كام؟ ستة وكام؟ 46. 46 ادي 46. تمام، الارتفاع عندي ال 62 اللي انا خدت بيه الاول، ما تلخبطش نفسك. هطلع نفس الابعاد الاولية. اه طب معلش نظلله كده. بص، زاوية وعمود جدا صح، ده الرأس مش المبنى، وده كده جوه الشكل انا مش شايفه. تمام، والحتة المايلة دي معايا برضه. خلاص، عايز اقطعه، عايز اقطعه الدولاب، بتشوف رسمته كلها، ولما بتيجي تفك بتقطعه، هي المساق ده فك الدولاب او تقسيم الشكل. ده كده كام؟ 46، وده كام؟ 2 وكام؟ 60، دخلنا من هنا 8 ونزلنا 17. خلاص كده؟ طب طلعنا من هنا كام؟ زي ما هو قايل 8. 8. تمام؟ بص كده، دخلنا من هنا 12. 12. اللي هي الحته دي 12، ودي كانت كلها 34 كله 46. ده كده توصيل حر. عشان انا رسمت كده. احنا عرفنا منين ان دي 12 يا دكتور؟ 46 ناقص 34. اهي 12 اهي. تمام، 46 ناقص 34 تدي. تمام تمام تمام، شايف الجزء اللي جوه ده؟ قد ايه هنا ديش؟ اللي هو اللي جوه، الخط ده موازي ده موازي ده موازي ده. تمام، فاضل لي الحته المايله دي، شايفها؟ اطلع ال 74 اهي بقى، عشان هنا ما ينفعش اطلع خطوط مايله، 74 اخر هنا. يبقى ده كده مسقط ايه؟ راس، رؤيه الشكل ذات نفسه. تمام، تبص عليه من الناحيه دي يبقى ايه؟ جانبي. تبص عليه من فوق يبقى ايه؟ افقي، صح؟ تمام، اجي هنا الجنب ده كام؟ 2 وكام؟ 42، ادي 42 اهي. بس شرط ان انا ابقى على نفس الخط ده. ده شرط. هو الارض ينفع الحته دي اعلى من الحته الثانيه؟ لا. ليه؟ طبعا السطح مستوى. حلو، ينفع تخلي الرجل عاليه. سطح منسوب واحد. انا بقى ماشي على الخط اللي انت كنت تمام. طيب ال 74 اهو، وادي ال 74 اهو، يقفله كده عادي. حلو، تعالى بص في الجنب، ادي ده كده جانبي صح، وده جانبي. تمام، في حاجه غير دول؟ السطح المايل ده والسطح المايل ده. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه القاعده دي، شايف القاعده دي؟ تمام، ادي الخط بتاعها اهو، شايف ديت؟ والخط بتاعها. امشي بعد كده السطح المائل، سمي ده راس، ومن هنا لهنا سميه ايه؟ جانبي، ومن هنا لهنا سميه ايه؟ افقي. شايف النقطة ديت؟ تمام، اهو شايف النقطة دي؟ لا شو؟ لا، ظهر خمسة وخمسة اللي هما بتوع الخطين المائلين دول. لا، الداش ده حاجة مش اللي هما دول يا دكتور. الداش حاجة هما الموازين على الشكل. أنت مش شايفه قدام عينك. يعني ايه مش شايفه قدام عيني؟ شايف ايدي دي كده؟ الاستيكه دي كده، شايفها؟ لا. تمام، بس حاجه مش شايفها جوه ايدك. طيب نزلنا كده الخمسه اهي والخمسه اهي، الحتتين المايلين، شايف الشكل ده؟ بدا يبان اهو جوه صح؟ بس مكسور. تمام، طب مكسور بقى، مكسور من عند النقطه الايه؟ ال 62، شايف النقطه ال 62 دي؟ تمام كده؟ اللي في النص ده 18. شايف ال 18 ديت؟ تمام، ده كده توصيل حر، وده كده توصيل حر، يبقى الحته دي 12، 18 12 كلها تدي كام؟ تدي كام؟ 40. ماشي يا استاذ كده؟ شيل ده. خلاص كده تمام؟ اجي بقى شكل الدايره. شايف دي كده؟ هنا في المنظور بيضاوي، انا عايزها بس في المساقط. قال لك فاي كام كلها؟ 14 صح؟ 14. نصفها نصفها انزل 20 من 18.
انصف ال 42 الاول، وبعد كده قال لك انزل من فوق لتحت 20، شايف ال 20 دي اللي انا نزلتها محاول، تمام كده؟ واقف هنا كده عملت المحاول. اه وافتح البرجل كام؟ هي 14، افتح كام؟ 7، تمام. وادي المحور اهو، وجينا من هنا 7 و7، خلاص كده يا شباب. هنا دي دايره وهنا حاطين داش، خلاص يا شباب. اه اللي هم محيط الدايره، خلاص كده يا جماعه. ليه نهايه الدايره من فوق نهايه الدايره من تحت؟ في مشكله في الراس والجانبي، تمام. نقفل بقى الغطا بتاعه. ده وشه كام هنا؟ 46. وده كام هنا؟ 42. هاخد البتاع، تمام. واقفل اهو 42 و6 وكام؟ 40. السمك ده 8، ماشي؟ تمام. الخط ده انا قلت لك من هنا هنا افق، عرضه هنا 5 وهنا كام؟ 5. واقفل اهو الشكل، تمام. السطح ده متقسم كام حته من فوق؟ 3. من هنا 12، من نص 18، وتحت كام؟ 12. الدايره انزل خط المحور وادي الداش بتاعي، خلاص كده يا شباب. دي دايره وهنا خطين داش، 7 و7، تمام. في مشكله كده في المنظور ده، نقوله تاني في شكل زي كده.